بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهنعمله ورقة لحمة هي بالخضار، بطاطس وكوسة وبصل، طلعت تحفة. حاطين في الاخر فحماية مطيباها وحطها عشان يبقى ريحتها حلوة. شوفوا جمالها ورقة اللحمة اهي. طلعت تحفة وجميلة، شايفين جمالها، طلعت جميلة خالص. ورقة لحمة بالخضار، كوسة وبطاطس. الطريقة بقى ايه؟ اللحمة اهي نشوحوها، نشوحها شوية كده اهوت في الطاسة اهي، بنشوحوا اللحمة اهي. تشوح اللحمة شوية كده اهوت، تاخد صدمة بس كده اهوت وتشوح اللحمة. وحطينا عليها فلفل اسمر وجوز الطيب وكبابة صيني وسبع بهارات وتوم باودر وبصل باودر. حطينا كله على بعضه اهو، نص التوابل دي ونص التوابل دي هنحطوها على الخضار. وشوحنا اللحمة شوية والطيب شوية قبل ما نحطوها في ورقة الألموني، ورقة اللحمة اهي تطيب شوية وشوحناها. أكلة سهلة كده في الطبيخ في ثواني في ثواني، وطلعت جميلة وطلعت طعمها جميل وتحفة. اهي اللحمة طابت اهن، شوحناها او نص طياب. بس نطلعوها بس بالراحة كده هوت عشان نحطوها في الورقة. وتجيب نص تياب عشان تكمل تيابها مع الخضار. الخضار بسلة وبطاطس وكوسة متقطع وطماطم ترنشات وبصلة ترنشات وطماطم وسبع فصوص ثوم وبقية البهارات، كبابة صيني برضو وجوز الطيب وفلفل اسمر وسبع بهارات وثوم بودر وبصل بودر وسبع تومات حيين كده صحيين سلاق، سبع تومات سلام حطيناهم ايوه على الخضار ايوه وقلبناهم كويس اهو. نقلبوا البهارات على الخضار كويس، ندربهم كويس على الخضار. وطماطم والطماطم والسبع فصوص ثوم الاخرين عليهم والبصل كله، ندربه كله على بعضه. وصلصه طماطم ومعلقه صلصه طماطم كمان. واللحمه نحطها في الورقه الالومنيا، اللحمه تحت بس نسوي اللحمه كده اهوت ونحطه فوق. ايوه نسويها كده بالراحه ونحط فوقيها الخضار. كله على بعضه، البهاير والبصل والطماطم والخضار وكله على بعضه. وحطيناه اهو بنسويه فوقيها اهو ورقة اللحمة.
ونص كوباية مية عشان تتشي باللحمة كمان في مع الخضار وكله، بس وجفناها اهي وهنحطوها في الفرن. اهي وطابت اهي، طلعناها اهي شكلها تحفة اهي، وحاطين فحم، حتى فحمية على النار تتشي، ودي ورقة ألمونيا ونحط عليها الفحمية ومعلقة زيت، بص تدخن كده عشان تدي لها نكهة حلوة. ورقة ألمونيا في وسط ونروح قافلة عليها، اهي الدخان بيطلع من الحروف عشان يبقى طعمتها انها معمولة على الفحم. وطابت اهيت وبقت تحفة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.